العلاقات خارج الزواج ما عندها حتى علاقه بالنسبه ليا، ما عندها حتى علاقه بالحريه الفرديه، حيت كتدخل فيها حتى يعني ملي غادي تكون انت في علاقه خارج نطاق الزواج ياك نطاق خارج نطاق الزواج غادي تاثر على بزاف الناس دايرين بك، ماشي كتبقى غير حريتك انت ولا شي حاجه زعما ديالك انت بوحدك، يعني تقدر تخرج على وليداتك على عائلتك على الناس اللي دايرين بك، يعني ما كنظنش بانها عندها علاقه بالحريه الفرديه. ما عارفش حتى باش ما يكونش داك العزوف عن الزواج، باش الدراري ما بقاوش يقولوا حكا راه ما كاينش العقوبه صافي ندير اللي بغيت ونبقى يعني في مصلحته انا يبقى ما ياخذش مسؤوليه ديال شي وحده ولا شي دراري صغار. هذاك الشيء ما غاديش نبقاو في حريه فرديه، غادي ندخلوا في الفساد، يعني غادي المغرب غادي يعمر بالفساد وغادي نوليو بلد فيه فوضى. انا مع الجهه اللي باش تطعن في القانون. ما عادي الحريه الشخصيه ماشي بنادم يمكن لي دير علاقات غير شرعيه ماشي مشكل عادي، لا ليبرتي الحريه ديال الشخصيه انا كرأي ديالي الشخصي ما عرفش كل الراي ديالو الشخصي. دابا الجينيراسيون الناس القدام كتجيهم شي حاجه بيزار، ما حنا من عادي بالنسبه لانك تدير شي علاقه مع شي بنت ولا كاين لك شي غتزوج بها كذا راه عادي، اما لا حيت لما جيش بنادم مش عارف ما غيتزوج شي واحد ما غيدير شي واحد افك هذا الشيء واش بدل الجينيراسيون اخر اش بدل يعني فهمتي. دابا خصنا نطاورو الوقت ونطاورو الزمن اللي فيه حنا، تيديروا شي حاجه ما خايبه خصهم الحبس. هذا هو القانون ديالي تنحكم على الناس، هاد الناس اللي شي حاجه خايبه خصهم الحبس، خصهم يجدوا طرق الله اللي لقاوها هكا تلقاو السيبه لا خصو يبقى، حنا موكولين بلا حبس غادي نحيدوا الحبس. كلشي خص بنادم يشد طريق الله ويخاف ويحترم ويشد القانون ديالو ويخاف الله سبحانه، واللي ما تيخافش الله سبحانه خصو يدوز الحبس. متفق مع هذا الموضوع لحقاش كل واحد عنده حريه شخصيه ديالو، ما يمكنش بنادم يعبر على لي سونتيمون ديالو الا ما خرجهمش. وكاع البلدان الاخرين ما عندهمش مشكل في هذه القضيه الا حنا في البلدان العربيه، مش عارف قلنا حنا بلد اسلامي ولكن يقدروا بنادم وبنادم حتى هو يقدر بنادم اللي كيدور في الزنقه، هو ما خصوش يخرج شي فعايل اللي مشيت له، ما خصهاش تكون متابعه قانونيه. كيفاش تعرف داك الشخص الا غتكمل؟ نقدروا نقولوا انا بغي نكمل حياتي مع شي واحده اخرى، كيفاش غادي نعرف الا ما كنتش غادي ندور معاها وغادي خرجوا شحال من حال؟ ما خاصش تطبق هذه القضيه هذه، حيت علاقات خارج نطاق الزواج كتسمى اصلا حرام. انا مع انها تبقى عقوبه حبسيه، يعني غتولي السيبه. حنا مجتمع ما كنعرفوش الحريه الفرديه، يعني اي واحد غادي يولي في الطريق غادي يجي يتبسل عليك عادي وما ماشي سوقه، يعني يقدر كاع يتعدى عليك ومتى حد ما غيفكك منه مثلا ولو تكون انا العلاقه برد الطرفين. ما بين الاسباب اللي كيخلوني انني ما نكونش يعني كنعارض هذه القضيه هذه، وهو اننا بلد اسلامي يعني ما كيدعمش هذه القضايا، وثاني حاجه الا ما عرضناش هذه الحوايج غادي يكثر عندنا الفساد، يعني غيولوا بزاف ديال الشباب كيتهربوا من القضيه ديال الزواج لحقاش ايولي كلشي متوفر في الشارع العام، وما كرهتش انا يمددوا من العقوبات الحبسيه اللي غادي يكونوا فهاد يعني كيهموا هذا الموضوع هذا. انا ضد هاد المؤسسات اللي كتدعو لالغاء هذا القانون ديال العلاقات غير الشرعيه، لان ماشي معقول بالنسبه للمجتمع كتاثر على مؤسسه الزواج، لا بالنسبه في الدين وبالنسبه للقانون. ما يمكنش واحد القانون يعني مشرع الدستور يتلغى بسبب الاراء ديال البعض. العلاقات الغير الشرعيه كيرجع اي واحد ممكن يدير علاقه خارج اطار الزواج، يعني كتسهل عليه المساله بالنسبه ل كتخليه يتراجع على فكره الزواج من الاساس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.